وصل إلى العاصمة الروسية موسكو البرلماني المصري الدكتور عبد الرحيم علي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية بصفة مراقب، وذلك بدعوة خاصة من اللجنة العليا للانتخابات في روسيا. والتقى عبد الرحيم فور وصوله رئيس لجنة العلاقات الدولية في البرلمان الروسي ورئيس حزب روسيا الحقيقية وأيضا عددا من البرلمانيين الأوروبيين. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو الدكتور عبد الرحيم علي. أهلا بك معنا فندم. أهلا بك فندم، أهلا بحضرتك. يعني سيدي، أولا ما ملاحظاتك على الانتخابات الروسية؟ هذا شق، والشق الآخر يعني بالتواكب مع الانتخابات المصرية، هل هناك أي تشابه بين الحالتين التي تعيشها روسيا مع الحالة المصرية؟ طبعا الملاحظة الأساسية أنه هنا في جو احتفالي كبير جدا، أول مرة أشوفه في انتخابات رئاسية في العالم. بتروح اللجان تلاقي بلالين وأمهات مواكبين الأطفال وألعاب أطفال حوالين اللجان الانتخابية. شفت أسر أجيال مختلفة، يعني ثلاث أجيال، الجدة عندها 80 سنة والأم 60 سنة والحفيدة في العشرينات، أو الأم حاجة و40 أو والحفيدة حاجة و20، والثلاثة مع بعض رايحين ينتخبوا. شفت ظاهرة برضو يا ريت تاخد بيها اللجنة العليا للانتخابات عندنا، وهي فكرة الذهاب للمرضى وكبار السن في البيوت. شفت رحت معاهم البيوت ووجدنا ناس عندها 92 و93 سنة صوتت في المنازل. التشابه اللي موجود هو الإحساس الروس كما إحساس المصريين بالخطر، إن بلدهم بتخوض برضو غمار حرب دولية ضد كيانات دولية تريد كسرها وتريد تركيعها، وبالتالي هم يلتفون حول الرئيس بوتين. هنا الرئيس بوتين شعبيته كبيرة جدا، تصل إلى 80%، إلا إذا حدثت مفاجآت. رئيس الحزب الشيوعي فرصه لا تزيد عن 8%، وهناك مرشح ليبرالي اخر فرصه حوالي 7%. الثلاث مرشحين او الاربع مرشحين الثانيين ما بين 0% او 1%. الكتله الكبرى ستذهب الى رئيس فلاديمير بوتين، حوالي 80% من الاصوات. ولاحظ ايضا ان ناس كثير جدا كبار في السن وسيدات، والتقيت عدد كبير جدا 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 من السيدات الكبار جدا في السن، واول ما تساليها تقول انها جايه فلاديمير بوتين، هو يقولوا اور بريزدنت عشان يكمل المسيره بتاعته والحمايه، وان احنا عايشين في امان، وان احنا حققنا نجاحات كبير بعده. نفس التشابه اللي موجود لما بتقابلي اي اسره مصريه، خاصه امهاتنا وكبار السن في مصر، وامهاتنا دايما يتحدثوا عن فكره تحقيق الرئيس عبد الفتاح للامان والتنميه، وانهم معه وخلفه بتحقيق مزيد من الامان ومزيد من التنميه والتصدي لكل محاولات ترقيع البلاد. هذا هو التشابه الموجود ما بين الانتخابات في روسيا والانتخابات في مصر. هنا ايضا يعرفون الرئيس عبد الفتاح السيسي معرفة عميقة جدا، تلاقي أمهات وناس كتير جدا رايحة تنتخب، فلما تعرف إنك مصري فتقول لك جنرال السيسي، يعني أنتوا عندكم جنرال السيسي، نعم برضه لازم تقفوا جنبه زي ما إحنا عندنا رئيس بوتين. نعم، يعني بالإجمال يعني سيدي عبد الرحيم، يعني واضح أنه في إجماع على أنه هناك تشابه كبير بين الأجواء المصرية والروسية في غمار الانتخابات. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف البرلماني المصري الدكتور عبد الرحيم علي، شكرا جزيلا لك.